والله الحمد لله يعني شهادة ونلتها وبتبتسم. يومين صار لي بدور عليها ولو برجع بدور وبالأخير ألاقيها في الثلاجة بتسألنا فيها. مشهد صعب لا يمكن وصفه، لا يمكن لا يمكن. قد ما أحكي لك اللي بالقلب غير. ننزل من الدار بصواريخ شفناهم، شو هذا بيطلعوا من تحت الأنقاض من الوحدة بالليل يا جماعة على الثلاثة وهم بيطولوا فيهم. تخفى خمس دقايق تصحى تعرف شو اللي صار. أما لا قولوا لي إنه هذا حلم، كابوس، قولوا لي إنه كابوس. خالي ابنه أبويا، خالي راح ومرته راحت، ابنه الدكتور رئيس قسم الباطنة بالشفاء راح، مرته راحت، بنته راحت، ابنه راحت، فيش لواحد اللي ناجي من بناتهم. عائلة كاملة خمس أطفال واحد يطلع من بناتهم عايش عشان تنزلوا عليهم العمارة، إيش ذنبهم الأطفال؟ يعني أنا شاب كان عرسي بعد العيد تقريبا بشهر شهرين، كنت بجهز في الشقة وبنتشارك في هذه الأمور والحمد لله رب العالمين. الليلة بعت لها شيماء وينك؟ بتحكي لي هيني صار القصف، بحكي لها تخبي، الرسالة ما وصلتش. شيماء مش مبينة في البناية كلها. صاحبتي توأم روحي أكثر من أخت، عروسة، عروسة كمان شهر، هيني حضرته أحلى عروس، أحلى عروس من الجنة، الله يرحم روحك يا رب. أخواتها إما أبوها يعني كلها. المهم رحت بتفرج بدي اودعها، لقيتها بتضحك، قلت والله انك انت احسن مني، وراح عشان الحمد لله رب العالمين. تعوض الله، بسم الله الله اكبر. الله اكبر. الفاتحه يا شباب. كل ما احكي لها شيماء بدي اجي عندك تحكي لي لا تتحركش من الدار، وان شاء الله يا رب تعدي الامور على خير. صار لي سنتين ونص خاطب ودكتوره دكتوره اسنان، اخذت العبوه تاعتها الحمد لله، بتمم عندي تذكار يعني. والحمد لله رب العالمين لقيتها بتبتسم، وهذه يعني والله كرامه، انا بالنسبه لي كرامه.